من ذكريات الطفولة اللي بنحملها معنا زياراتنا لطبيب الأطفال، يمكن أكثر منظر بيعلق براسنا الإبرة والخوف من إنها تنكسر بذراعنا وقت يكون عنا تطعيم. بس كنا نتغاضى عن الوجع لأنه غالباً ما كنا نحصل على مكافأة سكاكر أو شوكولا من الطبيب أو لعبة أو زيارة للملاهي من الأهل. ولما منكبر منصير نعرف إنه هاللقاحات كانت الحاجز اللي حمانا من أمراض خطيرة وفتاكة. ومع انتشار جائحة كورونا كان اللقاح المنقذ الأول للأرواح بالعالم. شو هو جدول اللقاحات الموصى به عالمياً ولبنانياً وشو آخر الأبحاث حول اللقاحات والأمراض اللي لازم التصدي إلى؟ بخبرنا عنا ضيفنا The Researcher، مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية والأمراض الجرثومية بالجامعة الأمريكية ببيروت دكتور غسان دبيبو. أهلاً دكتور غسان في The Researcher. يا هلا. شو بعدك حامل ذكريات من الطفولة وقت كنت تزور طبيب الأطفال؟ مذكر كان طعم الشلل يعطونا إياه نقط على مكعب سكر، فكنا ننطر مناطرة هذه، يعني نحس حالنا أنه عملنا شيء إنجاز لأنه كان ممنوع السكر بالبيت. وإنت شو بتعطي للأطفال بس يروحوا لعندك؟ أنا إجا فترة طويلة كنت أعطيهم سوسات بعد الإبرة، ولهلأ بعدهم بيجوا لعندي بيكون صار عمرهم 16 و17 بيسألوني وين السوسات؟ وقفناها بعد الكوفيد لانه خفنا تنتقل عدوى، لانه في جارور كبير كانوا يغطسوا فيه لينقوا. بعدك محتفظ فيهم يعني الجارور بعده، بس هلا صار فاضي، ناطرين شوي لتخف الكورونا لحتى نرجع نعبيه للجارور. يعني انت بتعمل كل المسائل لحتى ما يخافوا؟ بنجرب طبعا. بتجرب. طب قولك هلا طلابك اليوم رح يخافوا بهالمسابقة من الأسئلة اللي رح نطرحها عليهم؟ هي الأسئلة مفروض سهلة كانت، هلا بس حسيت عندهم شوية بركنا غيرنا فيها شوية كمان. ايه ما بعرف اني شطارتهم هلا. على كل رح نشوف هلا هالتحدي بجيم. مثل العادة بدي رحب بالمشتركين الليلة ورح بلش مع فريق The Vaxxers اللي بيضم ريم سلامة، روان كرمان، وميس ناصر. اهلا وسهلا فيكم صبايا. والفريق الثاني بضم محمد حسين الزين، نور نجار، وراما بدير. اليوم شو حيكون التحدي، قوي او ضعيف بين بعض؟ قوي قوي. مستعدين؟ مستعدين. The Vaxxers أو إنه بروتنز ووريرز. بروتنز ووريرز. أنتوا خلص يعني حاسمينها، رح نشوف على كل. بتعرفوا نحن عنا بالمسابقة مرحلتين، في مرحلة المعلومة وفي مرحلة المشروع. ولكن قبل ما نبلش بدي أعرف من كل فريق ليه سميتوا الاسم؟ يعني ليه اخترتوا The Vaxxers؟ اوكي، سو نحن الاسم The Vaxxers هو مستوحى من فكرة إنه مع انتشار السوشيال ميديا صار في ترويج لفكرة العالم اللي هن ضد اللقاحات عند الأطفال، اللي هن أنتي فاكسرز. هيدي أكثر شيء انشافت مع الكورونا فيروس فاكسين وغيره. فنحن حبينا نسمي هيدا الاسم بس لنوضح أهمية اللقاحات عند الأطفال، وأهم من هيك هو إنه لازم دايماً ناخد بوسترز اللي هن التذكير باللقاحات لنحفز جهاز المناعة عند الأطفال. يعني جرعات إضافية. جرعات إضافية. أوكي. أما بروتونز ووريرز، بروتونز أي جاما جلوبولينيميا هو نوع من أنواع نقص المناعة الأولية. العالم إجمالاً بتعرف نقص المناعة المشترك الشديد أو ما يعرف بسكيد، اللي هو Severe Combined Immunodeficiency، لأنه هو أكثر بيتروج له لحتى نعمل Fundraising Events، لحتى نعمل زرع نقي العظم. تبرعات كمان. صح. لحتى نعمل زرع نقي العظم. بينما بروتونز أي جاما جلوبولينيميا هو نوع من أنواع نقص المناعة الأولية، اللي هو ما بيحتاج بون مارو ترانسبلانت، وهو بيحتاج جرعات مضادات مناعيه، يعني IVIG. فبهيدي الطريقه بس حبيت اوضح انه في ناس عندهم نقص مناعه وهن محاربين وهن عم بيحاربوا النقص المناعه اللي عندهم ومنهم بحاجه لهيدي الفند ريزنج وهيك. حبيت سلط الضوء انه في كمان محاربين العالم ما بتعرفهم وعالم ما سامعه فيهم ولازم دعمهم. ولازم دعمهم اكيد. هلا عبر The Researcher ان شاء الله بتتلقوا الدعم المطلوب. فإذا أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة، وهلا
رح نبلش المسابقة بمعلومة، ولكن قبل هون كمان بدي أقول للمشاهدين أنه أنتم فيكم تشاركونا بالحلقة وتربحوا 5 ملايين ليرة لبنانية كاش وقت تجاوبوا على السؤال اللي عم يمرق قدامكم هلأ على صفحات السوشيال ميديا التابعة للـ LBCI. وأكيد ما تنسوا تحطوا هاشتاج The Researcher. أدي حاضرين؟ مستعدين؟ مستعدين. أوكي. السؤال الأول، ما هو عدد أنواع مرض نقص المناعة المعروفة والمحددة وراثياً؟ بين 100 و200، 300، 400 أم أكثر من 400؟ The Vaxxers. أكثر من 400. أكثر من 400؟ هل قد في أنواع؟ الظاهر أنا زرعت الشك. شو؟ جواب حاسم؟ أكثر من 400؟ جواب حاسم أم لا؟ بدك تقرروا، ما فينا ننطر، خلص لأنه كبستوا جاوبتوا. جاوبني يعني وقت الواحد بده يقول يكون قدا أو مش قدا، وأنتوا طلعتوا قدا، برافو. فإذا جواب صح أكثر من 400، أكثر من 400 عندنا لهالدرجة. شو أهم الأنواع؟ أهم الأنواع يلي كان عم بيحكي عنهم السيفير كومبايند إميون ديفيشنسي، يلي هي نقص بكل أنواع المناعة اللي المفروض تكون موجودة. وتاني أكتر نوع منشوفه هو البروتونز اي جاما جلوبيونيميا، يلي هي نقص بنوع واحد يلي بينتج المضادات ضد الجراثيم. هدول أكتر شيء مشهورين، أكتر شيء هدول. أوكي، السؤال ثاني، ما هو السبب الفيروسي الأكثر أهمية لالتهاب المعدة والأمعاء؟ نورو فيروس، فيروس الروتا أم الفيروس المعوي؟ الفاكسرز رجعوا سبقوكم. بدكم تكونوا سريعين. فيروس الروتا. فيروس الروتا. على شو اعتمدتوا تتعطوني هيدا الجواب؟ من الكيسز اللي بنشوفهم بالمستشفى. كنت تقولوا لي ولو اختصاصنا وشرعنا من وين اعتمدنا. برافو صح. فإذا كمان 100 نقطة تانية، 200 يعني ذا فاكسرز ليديز مقلعين كثير اليوم. السؤال رقم 3، من أي عمر يوصى بإعطاء لقاح ضد الكوفيد والإنفلونزا للأطفال؟ من 6 أشهر وما فوق، 5 سنين وما فوق، أو 10 سنين وما فوق؟ خلص هلأ بروتونز ووريورز صار دوركم، أمتى بتنصحوا أنتم تعطوا الطفل لقاح ضد الكوفيد؟ 6 أشهر وما فوق. من 6 أشهر؟ مش كثير بكير؟ لا لا، إنفلونزا بنبلش على 6 أشهر، إنفلونزا على 2 دوز بنعطيه. إيه والكوفيد؟ 5 سنوات وما فوق. يعني رح تحطوه بخانة الإنفلونزا. هو جواب واحد بس إنه عادة أنتم بتنصحوا تعطوا أكثر للإنفلونزا من الكوفيد. صح. بس دكتور دبيب ومش كثير بكير إنه 6 أشهر؟ لا بالعكس، لأنه هيدا العمر هو أكثر عمر بصير في عندهم مضاعفات واشتراكات نتيجة الإصابة بالكوفيد وبالإنفلونزا. نحن الأطفال بلبنان ما لحقوا ياخذوا اللقاح من 6 أشهر لأنه تركيبته مختلفة شوي، يعني الجرعة أخف. فما وصل على لبنان، لقحنا بس من 5 سنوات وطالع وما فوق. بس هو عالمياً ينصح به من 6 أشهر وبتطالع كتير منيح. فإذاً أول 100 نقطة لبروتونز ووريورز، برافو مبروك. بدنا بعد أكثر. خلينا نشوف السؤال الجديد، فيروس الإنفلونزا يعتبر سبب مهم للوفيات عند الأطفال والبالغين، سبب أساسي للذبحة الصدرية، أم سبب بتزايد حالات الكورونا؟ The Vaxxers. سبب مهم للوفيات عند الأطفال والبالغين. كمان ما بيكون سبب أنه بتزايد حالات الكورونا؟ ولا ما خصهم ببعض؟ فيكون في حالات كورونا وذر عندهم إنفلونزا أو لا، وما له دعوة أبداً بالذبحة الصدرية؟ له علاقة بس منه السبب بشكل غير مباشر. بشكل غير مباشر، بس إن نحن عم نقول أنه سبب أساسي أو سبب مهم. فإذا السبب المهم هو أكثر شيء عم يسبب وفيات أطفال حتى بالغين. أي أنا رح أسأل كمان رفقاتكم، أنتم بتوافقون على الرأي؟ بتأكدوا لهم جوابهم؟ كثير متسامحين معكم، فإذا الجواب صح. لهالدرجة الإنفلونزا بتشكل يعني عامل خطر على الأطفال؟ طبعاً، يعني هي بتشكل خطر أكثر شيء على الأطفال يلي دون عمر السنتين والبالغين يلي فوق عمر 65، يعني هذا اليو كيرف بنسميه بالعمر الصغير والعمر الكبير.
هن اكثر ناس معرضين يعملوا مضاعفات واشتراكات وتؤدي لدخول المستشفى واحيانا للوفاه، خاصه بوجود امراض مزمنه عند الاطفال او عند الكبار الراشدين بالضبط. كمان اي طيب قد ايه يعني اللقاح بيحمي؟ انه اذا اعطيناهم لقاح للاطفال انه ممكن بنسبه قد ايه ممكن يحميهم؟ اللقاح بيحمي الاطفال شوي احسن من الكبار. والحماية بتتغير سنوياً لأن حسب ما يتطابق تركيبة اللقاح مع الفيروسات يلي عم تعمل إصابات بالمجتمع. فأحياناً بتوصل الحماية لـ 75 أو 80%، أحياناً بتكون دون الـ 50%. كتير منيح. السؤال الخامس، لقاحات الكوفيد 19 هي خطرة على صحة الذاكرة أو أنه ما أثبتوا فعاليتها أو أنها هي من أهم الإنجازات بمجال التطعيم؟ رجعوا أخذوا بروتونز ووريوز. أهم الإنجازات بمجال التطعيم؟ من أهم الإنجازات بمجال التطعيم، بس أولا كمان فعالي يعني أثبتت فعاليتها؟ أكيد أثبتت فعاليتها، في كذا نوع وأهمهم الفايزر فاكسين هو انتشر أكثر شيء، وأكيد أثبتت فعاليتها لحتى نزلوه على السوق لحتى نطعم كل المجتمع لنحمي من فيروس كورونا. بدك تعطيني دكتور الديبو 100 نقطة؟ أكيد ما أكيد طبعاً. شايفين شو كريم معكم؟ فإذا 100 نقطة لألكم. والمجموع 200 نقطة لبروتونز ووريورز. والسؤال رقم 6. الأطفال اللي بيعانوا من نقص المناعة الشديد هن يمكن إنه يعيشوا حياة طبيعية في حال تشخيصهم وعلاجهم بوقت مبكر. نادراً ما بينصابوا بأمراض المناعة الذاتية أو لا يوجد حالات في لبنان. كمان بروتونز ووريورز كنت عم تحاولوا أنتوا بكن تفكروا بالموضوع وتكبسوا سبعوا. يمكن الجواب الأول. الجواب الأول يقدروا أنه يعيشوا حياة طبيعية إذا تم تشخيصهم وعلاجهم بوقت مبكر، وهذا الشيء نحن كثير عم نشوفه هلأ. قدم أكد من جوابك؟ أكد 100%. إلى حد ما، يعني مش طبيعية كليا. إيه بس إلى حد ما. يعني إذا بدكم تختاروا واحد من هول ثلاثة، أقرب جواب هو الأول. أول جواب، لأنه في حالات بلبنان. صح أكيد. فإذا جوابكم صح 100 نقطة لكم. هلأ صرتوا متعادلين. السؤال السابع، في أي بلد تم إعطاء أول لقاح ضد الجدري؟ الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، أم روسيا؟ The Vaxxers. الصين. ليش الصين؟ هيك نتذكر. هيك بتتذكروا؟ المعلومات العامة. المعلومات العامة. والذاكرة. إيه والذاكرة. للأسف المرة الذاكرة خانتكم لأنه منا الصين. فإذا بيتحول السؤال للفريق الثاني. روسيا وعلامته 50 نقطة. لحظة اوكي. بعد انا عملت حالي ماني سامع هلا ما بعرف شو قلتي. طب ما بعرف انا. يلا عندكم او الولايات المتحدة الامريكية او روسيا. خلص الولايات المتحدة الامريكية. روسيا شاطرين كمان. كمان ما. ايه. هن كان عندهم حرب بالبلد عم يتسابقوا. ايه عم يتسابقوا. ربحت الولايات المتحدة. انت حتربحوا هلا انه الارجح يعني تكون الولايات المتحدة. ايه. شو بتقول دكتور بيبو؟ الولايات المتحدة الأمريكية. خلص يعني سهل كثير عم بقول ما بدي على القد. فإذاً 50 نقطة بينضافوا لرصيدكم لأن السؤال هو تحول من The Vaxxers. أوكي؟ 350 لبروتونز ووريورز مقابل 300، يعني بعدنا كثير قراب. السؤال الثامن، كيف بنتعامل مع الحرارة المرتفعة عند الأطفال؟ بعلاج سريع، باستخدام المضادات الحيوية خاصة بعد 3 أيام، أم الحرارة هي جزء من الاستجابة المناعية وبتساعد على إبطاء تكاثر الفيروسات مثل كأنه ما بنعمل شيء؟ The Vaxxers. الحرارة هي جزء من الاستجابة المناعية وتساعد على إبطاء تكاثر الفيروسات. والجواب صح، برافو. عندك تفسير لهالشيء؟ أول شيء ما فينا دايماً أي حرارة نبلشها بموضات حيوي لأنه أمراض بيكون مش بكتيريا بتكون فيروس، وبيكون هاي طريقة بس إشارة أنه الجسم عم بيحارب الانفكشن، فما بتكون بتخوف هالقد الحرارة، بس إذا طولت بعدين بيصير في أكثر. إيه هون لأنه بدنا نوضح للمشاهدين دكتور بيبو لأنه ممكن يفكروا أنه كمان الحرارة إذا ضلت طالعة بنتركها يلا جمعة بيموت آخر شيء الولد. شو بصير بهالحالات؟ هلا هو في مفهوم خاطئ انه الحراره بتاذي. هي الحراره ما حتى لو طلعت فوق ال 40 مثل ما بيقولوا. ايه الحراره يلي بتاذي هي حراره فوق 42 درجه اللي هي نادر جدا، يعني لتصير هاي بدك تحط الولد بسياره مسكره
بالشمس لفترة ساعة ساعتين لحتى توصل الحرارة هالقد. الجسم عادة ما بيقدر يطلع الحرارة فوق ال 41.5. فالحرارة بحد ذاتها كنتيجة التهاب أو إنفكشن ما بتأذي. الحرارة هي رد فعل من جهاز المناعة، بس بهمنا نعرف شو سببها. إذا مرق 3 أيام والحرارة لقينا بعدها مستمرة، لازم نعمل تحاليل لحتى نقدر نشخص شو سبب ارتفاع الحرارة، لأنه المرض ممكن يكون مميت مش الحرارة بحد ذاتها. طيب لكن ليه موجود بالصيدليات أو أنه في أدوية بتخفض الحرارة؟ أنه ما رح نذكر هلأ أسماء، إذا ما لازم نعمل شيء، فإذا لشو موجود عندنا هيدي الأدوية؟ هي لأن من الأشياء اللي بنستعملها للتشخيص هو عند تخفيض الحرارة بهمنا نشوف الطفل كيف بتكون ردة فعله أو فعله. إذا رجعوا تنشطوا وعم يلعبوا ويضحكوا ويشربوا، هيدي شغلة بتطمن كتير إنه ما في شيء خطير جدي أو خطير عم بيصير عند الولد. بينما إذا انخفضت الحرارة والولد كان كتير تعبان ملشلش، معناتها في شيء خطر لازم ينزلوا على الطوارئ. شكراً على المعلومات، ونحن رح نكمل المسابقة والسؤال ما قبل الأخير. متى أجازت منظمة الصحة العالمية استخدام أول لقاح مضاد لكوفيد 19؟ 1 كانون الثاني 2021، 1 أيار 2021، أم 1 حزيران 2021؟ بروتونز ووريورز. بعتقد كانون تاني، ولحد ما وصل لعنا نحن تأخر شوي. بس هو إنه أول ما أجازوا استعماله كان صح. 1 كانون الثاني. خلص بلا طول سيرة وأعصاب وهيك، والجواب صح. إذن صار مجموعكم لهلا 450 نقطة مقابل 400 لذا فاكسرز. والسؤال الأخير، ما اسم الجائحة التي ضربت العالم عام 1918؟ الإنفلونزا الآسيوية، الإنفلونزا الإسبانية، أم إنفلونزا الخنازير؟ فاكسرز. إنفلونزا الإسبانية. هذه مشهورة كتير كانت. بس ما بعرف اذا صح الجواب. لا. بركي في انفلونزا اسيويه كمان. لا هي اسبانيش بس. ما صار بالتاريخ ابدا انفلونزا اسيويه يا دكتور بيبو. ما سموها هيك، ما سموها، بلشت باسيا بس ما سموها الاسيويه. فاذا هو الجواب الصحيح الاسبانيه. 500 لدى فاكسرز و450 لبروتونز ووريورز. بس اكيد هذا ما بيعني انكم ربحتوا، لان بعد في عندكم المشروع، وعلامه المشروع 225 نقطه. ومين اللي راح يحسم علامه المشروع؟ الجمهور دكتور بيبو وقت يتم التصويت عليه. وهلا شو المشروع؟ كل فريق باقل من دقيقه، تفضلوا. نحن المشروع اللي حبينا نطلقه هو اسمه فاكس كيدز، وهو هذا المشروع عبارة عن أونلاين أبليكيشن، هو بمثابة سجل إلكتروني للقاحات الأطفال. هذا السجل فيهم يحملوه إلكترونياً للأهل معهم وين ما راحوا، بحال إذا سافروا، بحال الطوارئ. بنفس الوقت فيهم يعلموا عليه شو عطوا لقاحات للأطفال، يجيهم نوتيفيكيشن بلقاحات المستقبلية للطفل، هيك ما بضيع أي لقاح على أي طفل. وبنفس المنحة في تفسير عن كل لقاح، شو العوارض الجانبية لإله، شو العمل بحال صار أي عارض جانبي لأي لقاح. حبينا هذا الابليكيشن كمان بالمنحى الاخر لانه هو مثل داتا بيس كثير كبيره للمجتمع كنسبه التلقيح بالمجتمع، اي لقاح ما عم بيتم تلقيحه بشكل مناسب، وهيدا بيكون مثل منصه لاطلاق حملات توعيه للقاح اللي هو لازم ينعمل له اكثر نسبه تلقيح بالمجتمع بحد ذاته. عظيم. فاذا هيدا مشروعكم ذا فاكسرز. هلا بدي اسمع مشروع بروتونز ووريورز. اوكي، نحن المشروع تبعنا سميناه سايكولوجي ماترز. المشروع هو عبارة عن تأسيس جمعية خاصة للي هن الأطفال اللي بيكون عندهم إميونو ديفيشنسي، لأن أخيراً الأبحاث فرجت أنه الأشخاص اللي بيكونوا إميونو ديفيشنت اللي عندهم نقص بالمناعة وبيفوتوا بفترة العلاج اللي هي عبارة عن نقل لنقي العظم وبالمقابل بعدين عزلة لست شهور، حتى لبعدين نفسيتهم ما عم تكون عم تساعد على بحالة اكتئاب، يعني بحالة اكتئاب حتى بتأثر على طريقة تفاعلهم مع المجتمع بس يظهروا من فترة العزلة، ويمكن على الاستجابة للعلاج، الاستجابة للعلاج، حتى نفسية الأهل بهالوقت ما بتكون كمان عم تساعد. عشان هيك الجمعية اللي قلنا حتكون مثل عم تأسس برامج بتساعد الأهل كيف يتعاملوا مع أولادهم وكيف يعلموهم بخلال هيدي فترة العزلة
يخلوهم يقدروا بس يطلعوا منها يتفاعلوا مع المجتمع بطريقة صحيحة، نموهم الذهني ولو نموهم الجسمي يقدر يكون متساوي مع الأطفال اللي من عمرهم. والبارت الثاني منها حيكون، هيدا البارت حيكون عم يشتغل بالمستشفى، البارت الثاني حيكون منها على الأرض من خلال تأسيس أماكن حنسميها مثل بابلز، ليقدروا هالولاد يظهروا من بيوتهم بس يكون عندهم أماكن مخصصة ستيريل يعني معقمة بطريقة صحية أكيد مع المساعدة من وزارة الصحة، تيقدروا يظهروا ويتفاعلوا مثلهم مثل غيرهم بالمجتمع. عظيم. فإذا هدول هن الفكرتين، وهلا رح يبلش التصويت، رح نبلش التصويت لذا فاكسرز. بدي أطلب من الجمهور ومن دكتور غسان تفضلوا يصوتوا. فإذا على ثلاث معايير التصويت عم بيتم، على قد ايه الفكرة مهمة، قد ايه مفيدة للمجتمع، وقد ايه مبتكرة. The Vaxxers بلشتوا تشتغلوا على المشروع عن بعده بس مجرد فكرة؟ نحن بلشنا من حيث اللوجيستكس، يعني سألنا مين ممكن يقدر يعملوا لهيدا الابليكيشن، كيف الفكرة ممكن تتنفذ، لأنه بيكون في خانات متعددة، قد ايه بحاجة لتمويل، شو التمويل اللي هو لازم ينعمل لهيدا الابليكيشن. فبلشنا بهالبداية. بروتونز ووريرز، شو التحدي اللي بتلاقوه بهذا المشروع؟ التحدي هو قديش الاهل ممكن يكونوا مساعدين بهيك وضع، وقديش حتى نحن حتكون هدف الجمعيه ابدا ما فيه ابدا شيء كايكونوميكال وايز، يعني من ناحيه الاقتصاديه حيكون كله فري، فنحن بس قديش ممكن يكونوا الاهل متعاونين معنا، فهيدا بس التحدي. يعني لازم تشجعون اصلا انه يتعاونوا. كثير منيح. فاذا التصويت انتهى لذا فاكسرز، ورح يبدي هلا لبروتونز ووريرز. تتذكروا هيك شو موقف طريف صار معكم انتوا عم تفحصوا طفل؟ اكثر موقف طريف بيصير مع اطباء الاطفال انه بيعملوا علينا الاولاد. انا صاير هيدي بتصير كثير، هيدي صايره اكيد. انا صار معي شيء لما كنت قاطعه بمركز سرطان الاطفال، دائماً نحن مضطرين نفحص الأريا تحت يعني لنتأكد ما في أي تقرحات. ففي بيشنت كان خلص حفظ إنه كل يوم أنا حشوفه حقول له وات لأشوف، فصرت لما أوقف على الباب يقول لي بونجور يلا. كثير مهضوم صغير. بس ثابت في مرة فتي ما كنتي بدك تفحصيه وعمل الحركة؟ لا نحن دائماً دائماً خلص يعني وجودي خلص معه حق يعني فاضي ضيع وقت. مع كل تصويت انتهى، هلا رح نشوف النتائج ونشوف مين اخذ ال 225 نقطة على المشروع. أي حدا رح ياخذ هال 225 اوتوماتيكلي هو حيكون ربحان. رح نطلع على التوتل على الإجمالي. The Vaxxers 8.66 مقابل 6.83. ألف مبروك. بس مثل ما قلت كمان انه فكره بروتونز ووريرز كثير كمان مهمه، بس بالنهايه في ربح وفي مش ربح، ما بدي اقول خساره لانه اكيد ما خسرته واعطيته كثير معلومات مهمه جدا. راح اطلب من دكتور غسان تتفضل تسلم الجوائز للفريقين. مبروك. It was an excellent idea. وان شاء الله اذا هذا بتتابعه و منطبق اتليست جزء منه. فاذا بروتونز ووريرز انتم كمان ما خسرتوا، كمان ربحتوا 9 ملايين ليره لبنانيه. اما الفريق الرابح رسميا فربح 18 مليون ليره لبنانيه. الف الف مبروك. السؤال الاعتيادي دائما اللي بساله وقت اللي شوف انه في فرق بالمعدلات، انه اكيد عندنا حشريه نعرف ليه اعطيت ذا فاكسرز سكور اعلى من بروتونز ووريرز. هلا هن الفكرتين ممتازين، الأهمية كمان متساوية، بس الفيزيبيليتي قديش فينا نطبقها، قد ايه قابلة لتطبيق الفكرة. بعتقد فكرة الفاكسرز بتطبق أسهل أكثر. في هيك شيء بوزارة الصحة بس بعده منه مستعمل على نطاق واسع. الفيزيبيليتي تاعت فكرة بروتونز ووريرز لأنه الأطفال يلي عندهم نقص بالمناعة مشتتين، يعني منهم مركزين بمنطقة واحدة، ففكرة نعملهم بابل أو محل يجتمعوا فيه كتير بعيدة، لأنه بلبنان أول شيء بيعانوا منه هو المواصلات، يعني نحن لنقدر نجيبهم على المركز لعنا ليأخذوا العلاج أوقات بنتعذب بهالموضوع. وفكرة أنه نقعد معهم بالمستشفى لنساعدهم وهيك كمان صعبة، لأنه ما بيجوا كلهم سوا، بيجوا كل مريض كل أسبوعين كل شهر، ف
فبده فصعب تجمعها سوا، بده ستاف يعني يكون أي. متواجد كل الوقت بدنا ريسورسز كمان، وهيدي بفكره الفيزيبيليتي بس كانت اوكي هيدي اللي عملت الفرق. بس اكيد هن مشروعا كمان رح تدعموا في حال هن قرروا طبعا طبعا ويكملوا فيه على الاخر. فاذا ما تنسوا مشاهدينا تكملوا اجاباتكم على صفحات السوشيال ميديا التابعه للال بي سي اي لتحصلوا على جائزه ماليه، واكيد ما تنسوا تحطوا هاشتاج ذا ريسيرشر. بريك وبنرجع. الشغف والمثابرة والإصرار هن عناصر أساسية للنجاح. شو قصة نجاح دكتور غسان دبيبو؟ منشوف بهالتقرير. الهندسة المعمارية كانت هدف غسان، وهي بالأصل كانت حلم والده، وفجأة ومن دون أي إشارة سابقة نسي الهندسة وتحولت كل أنظاره على الكيمياء. والوالد أبداً ما عجبته الخبرية، وبعد أخذ ورد ابتدت رحلة غسان بعالم الكيمياء بالجامعة الأمريكية ببيروت. وبظل عدة حروب مرقت على لبنان عرضت حياته للخطر أكثر من مرة، الشيء يلي خلاه مع والده يقرروا يبنوا وبإيديهم غرفة على سطح المطعم يلي بيملكوه واللي قريب من الجامعة الأمريكية. هالغرفة كتير بتعني له للدكتور غسان، ومثل ما ساهم ببنائها حجر حجر مع والده كان بنفس الوقت عم بيبني مستقبله الطبي بهالغرفة فوق السطح وتحت القصف. الشيء يلي خلاه بال 1986 يتوجه لجامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية للتخصص بطب الأطفال والأمراض المعدية، ويستحصل على شهادة البورد الأمريكي إضافة إلى تعيينه ضمن الهيئة التعليمية بالجامعة لمدة سنتين. 10 سنين بالولايات المتحدة رافق غسان عدة أبحاث عالمية لأمراض جرثومية قديمة وجديدة، منا مرض نقص المناعة المكتسبة يلي كان ببداياته وشاغل الطاقم الطبي حول العالم. حاز على جوائز عديدة بمسيرته الطبية، منا جائزة التميز بالبحث العلمي بحقل الطب والعلوم. العودة إلى لبنان، ومثل ما هو بيقول هيدا كان من أصعب القرارات الصعبة بحياتي، وكنت حاسس لو ما رجعت بهديك اللحظة ما في شيء كان بيخليني أرجع. وفعلاً هيك صار، خاصة بعد تدهور صحة والده يلي سرعت عودته وانضمامه للفريق الطبي بالجامعة الأمريكية ببيروت ليأسس بال 2007 قسم الأمراض المعدية عند الأطفال. اليوم الدكتور دبيبو بيشغل منصب أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية والوراثة الجزيئية ورئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال، إضافة لمدير مركز أبحاث الأمراض المعدية بالجامعة الأمريكية ببيروت. شو هالنقلة؟ يعني من الهندسة على أساس بدك تعمل مهندس، رحت على الطب، شو اللي غير لك رأيك؟ والله كان في صديق الطفولة اسمه حيدر جعفر، هذا من وقت الحضانة أنا وياه، وربينا سوا وصلنا على المرحلة الثانوية وبدنا نقرر شو بدنا نساوي. اتفقنا أنه نساوي هندسة، وفتنا بالمتلام بالرياضيات. يعني بنص السنة بيقول لي أنه لا أنا خي حكيم وأنا رأيي نعمل حكمة. قلت له إذا بدك بنعمل، أنا ما عندي مشكلة. بدك بنعمل بنعمل. نقلنا اكسبيرمنتال ساينسز وعجبتني الشغلة وحبينا البيولوجي أكثر ومشينا فيها. الشيء المضحك إنه بس فتنا على الجامعة، فتنا على قسم الكيمياء،
أما حضرته غير رأيه يرجع ورجع راح على أمريكا وعمل هندسي. أنت وأنا هون ضليت بالطب. أي ما رجعت غيرت رأيك. لا لا لا. خلص مرة واحدة. مشينا. وهي كانت. وهي كانت. طب ليه الولد كان معارض؟ أو ما كان عاجبه كتير الموضوع يعني؟ كان يحب الهندسة، كان يحب العمار يعني. ما كان مهندس بس كان حلمه يعمل مهندس، بس اضطر يترك المدرسة بكير وما كفى علمه ليستلم المطعم يلي كان على الروشي. ضل هالشي مثل حلم وحب انه انا كفيله الحلم تبعه. بس بعدين تقبل الفكرة يعني، بعد بس فتنا بمجال الطب تقبل الفكرة، وبالعكس كان كتير فخور بالإنجازات يعني. نحن دايما عنا فقرة اسمها شو قولك، بينزل فيها رامي حمدان وريج الحاج بيسألوا الناس عن رأيهم بموضوع الحلقة اللي نحن اليوم بدنا نطرحه. أكيد في ردات فعل مهضومة بتكون من الشارع، عبالك تشوف؟ أكيد. يلا منشوف سوا. طلعي. هلا رجعنا عند اهلي، ما بقى قادرة اتحمل خلص. كله هيدا مرة نقك وهلوستك، ما بتخليني المسه للصبح، بكون راجع من الشغل، بدي اياكم شو بدي بدي اقعد طلبني، ما بتخليني فوت اتحمم، فوت غسل ايديك، فوت هلا بتعديه، ما انت مش فاهمين انه هيك بصير عنده مناعة الصبح، حطيني بالغسالة فرد مرة. أنا بخاف على ابني. هيدا مش خوف، هيدا وسوسة، لك إذا على الطريق ما بتخليه ينزل، اتركيه اتركيه يلعب بالتراب، اتركيه ينزل على البحر. يلعب بالتراب. الشمس، لك الشمس، بتخاف من الشمس؟ أنت هديك المرة شفتك عم بتطعمي تراب، أنت فيك عقل براسك، خدني على المحكمة مش لعند أهلك. على المحكمة دغري مش عند أهلك. روح اسأل مين ما بدك وفرجيني لشوف إذا بيقبلوا هيك يعملوا معك. هلا منشوف. كيف بتتناقل الأمراض بين الأولاد؟ كنا الطلاب يعني الأولاد جنب بعضهم كتير، هذا السبب الرئيسي بيخلي الأمراض تنتقل بين بعضهم. هيدا كله كذب. كيف بتحمي أولادك من الأمراض والفيروسات؟ عادة في إرشادات المدرسة منحتكم لها ومنطبقها. يعني بدهم يتبعوا يرجعوا الكمامات وتعقيم الإيدين. ما في فيروس أبدا. ابني مع الطريق لو في فيروس كنت أول واحدة أخذته. ما بخليه يتخلطوا كتير مع العالم خاصة بوضع كورونا. بتخليهم لأولادك يلعبوا بكل شيء، بالتراب، بالماء، يفلتوا يعني هيك بيكتسبوا مناعة؟ صح. بلكي لقطوا أمراض أو شيء؟ ما عادي بيتعودوا، من احنا كلنا أولاد جبل وهيك. في قصص تمنعهم عنا؟ لا مش القد، بينزلوا بيلعبوا بس إنه في أماكن معينة نزل عليها. شو رأيك؟ هل إنه حماية الطفل هالقد إنه يعني تكون عنا خوف عليه، ممنوع يلعب بالتراب، ممنوع ينزل على الشارع وكل هيدي المسائل إنه تحميه أو لك، ولا لازم أنه لا يكتسب شوية مناعة؟ لا هيدا مفهوم خاطئ. يعني الطفل لتقوى مناعته أو مناعتها مفروض يلقطوا هالميكروبات وهالجراثيم يلي هني الفيروسات المختلفة والبكتيريا المختلفة ليكونوا مناعة. المناعة ما بتجي من لا شيء، يعني الأكل الصحي مهم، الرياضة مهمة، بس هدول مش كافيين لحتى يعطوا مناعة تكون شاملة ضد العدد الكبير من الفيروسات والبكتيريا اللي بنتعرض لهم. فنسبة معينة من الأمراض ضرورية للولد لحتى يكون مناعة متكاملة. حماية الولد زيادة عن اللزوم بالعكس بتضعف المناعة. حماية زائدة يعني في إذن بتضعف المناعة. بالضبط. الأهل ما لازم يتوسوس والقد يعني إنه شيء ومنه. وهذا شيء من الأشياء اللي دايماً بنشرحها للأهل. إذا بدنا نحكي عن اللقاحات وأنواعها، شو بتخبرنا وليش اللقاح هو ضروري؟ يعني اللقاحات هي من أهم اكتشافات الطبية بآخر 200 سنة. في أمراض جرثومية كتير كانت تسبب وفيات وتسبب أمراض مزمنة وتسبب جائحات كبيرة بالعالم، هلأ ما بقى منشوفها بسبب اللقاحات. فاللقاح لما ينعطى بالطريقة الصحيحة بيكون مناعة مش بس عند الفرد، بيكون مناعة عند المجتمع حتى تبطل هيدي الأمراض تنتشر بالمجتمع. وحدة من الأشياء يلي كنا عم نحكي عنها قبل شوي الأنتي فاكسرز والهلأ فيه الفاكسرز، الأنتي فاكسرز أغلبهم ما بيعرفوا شو هي الأمراض يلي نحن عم نحمي الأطفال ضدها لأنه ما بقى يشوفوها. الناس يعني الناس اللي هن أصلاً الأنتي فاكسرز هن الناس اللي هن ضد مفهوم اللقاح. يعني نحن هلأ ما بقى نعرف شو هو مرض الخانوق لأنه الناس ما بتعرف شو هو. مرض الشهو قليل ناس يلي شايفينه. الشلل، شلل الأطفال ما حدا بيعرف حداً
صار عنده شلل مؤخرا. كل هذا بسبب اللقاحات لانه حميه الاطفال منه. اللقاحات هي بطلنا نسمع بهيك امراض العالم منا. اذا بنرجع 70 او 80 او 90 سنه لورا هيدي الامراض كانت كثير شائعه وكانت تصيب مئات والاف الناس بالمجتمع وتعمل يعني مرض الشلل اذا ما كان مميت كان يصيب ناس بالشلل ويضلوا يعانوا كل عمرهم بالشلل. طول عمرهم صحيح. فالعالم ما بقى عم بتقدر قديش اللقاحات فادت المجتمع وفادت صحتنا وحميت اطفالنا ضد هالامراض. مين الجهات اللي بتقرر بكل بلد اي لقاح انه لازم نعتمده؟ عادة بكل البلدان وزارة الصحة بيكون في عندها لجنة طبية أو تقنية أو طبية تقنية هي يلي بتدرس اللقاحات وبتدرس إمكانية زيادتها على جدول اللقاحات بالدولة أو بالبلد. وهيدا الشيء بيكون في له عدة خطوات. هيدي اللجنة التقنية بتقرر قديش اللقاح ضروري، قديش مفيد، قديش فعاليته وبعدين آمن كمان وقديش آمن أكيد. وآخر خطوة بتكون إذا وزارة الصحة عندها الميزانية لحتى تزيد هاللقاح على جدول اللقاحات اللي يستعمل بهيدا البلد. وبلبنان عنا نفس الستركتشر، نفس النموذج. كون هاللقاحات بتساعد طبعا على حماية الأطفال من كثير من الأمراض المعدية، أكيد أنتم نفذتوا أبحاث بالجامعة الأمريكية بهذا المجال، شو بتخبرنا؟ والله نحن بمجال الأمراض المعدية والجرثومية عندنا أنواع مختلفة من الدراسات، أغلبها بتركز على الأمراض يلي منقدر نمنعها عن طريق اللقاحات، اللي هي بسموها الفاكسين بريفنتبل ديزيزز. مثل الانفلونزا ومثل الكوفيد ومثل ستريبتوكوكس نمونيا. يعني عنا عدة أبحاث على صعيد البلد كله، من أقدم الدراسات يلي نحن عم نقوم فيها هي دراسة على ميكروبي اسمها ستريبتوكوكس نمونيا. هيدي أهم بكتيريا بتصيب الإنسان الكبار والصغار، يلي هي بتعمل التهابات بالرئة، بتعمل التهابات بالسحايا، بتعمل أكثر مسبب لالتهابات الأذن الوسطى والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الدم. كيف بيلقطها الشخص؟ هيدي كلياتنا بنتعرض لها. يعني من الهواء، من بالهواء عن طريق التنفس، الاحتكاك القريب عن طريق الجهاز التنفسي. يعني فهيدي البكتيريا لما تفوت على الجهاز التنفسي الأعلى ممكن اغلب الاوقات ما تعمل شيء، بس تقعد وتنطر فرصه. وهالفرصه اوقات بتكون هي عباره عن التهاب ثاني بفيروس، وهالفيروس بسبب التهابات واحتئان بالاغشيه تاعه الانف والحلق والصدر، وهيدا بيفتح لها الفرصه للميكروبي لحتى تعمل التهاب بعده محلات بالجسم. وهيدا الشيء بيصير عند الاطفال وعند المسنين وما بين كمان، بس اكثر ناس بيتعرضوا معرضين للخطر الاطفال والمسنين. اوكي. وعند المسنين بتسبب وفيات بدرجه عاليه. يعني نحن بدراستنا بين انه تقريبا 30% من يلي يصابوا بهيدي الميكروبي من المسنين بيتوفوا، لانها كثير سريعه التكاثر، واذا ما كانوا اخذين لقاح ما عندهم اي طريقه ليحاربوا هيدي الميكروبي، لانه تسبق الانتيبيوتيك او المضاد الحيوي. المضاد الحيوي لحتى يعطي مفعول. يعني خلال 24 ساعه بتكون تكاثرت بطريقه مخيفه بالجسم وممكن تؤدي الى وفاه. بالضبط. هلا طبعا بكل العالم بيشتغلوا على يمكن ذات المواضيع، شو اللي بيميز بحثكم هيدا عن الابحاث العالميه؟ يعني شو توصلتوا لشيء هيك مميز عن غير ابحاث؟ نحن نشرنا مؤخرا دراسه عن فعالية اللقاح اللي موجود يلي زادته وزارة الصحة بسنة 2016. نحن دراستنا ابتدأت بال 2005 وتابعنا كل سلالات هيدي البكتيريا لنشوف أي أنواع سلالات، لأنه هيدي البكتيريا موجودة بتقريبا 100 نوع، وفي منهم تقريبا 35 هن اللي بيسببوا أكثر حالات الإصابات.
اللقاح بيمنع أكثر 13 نوع بصيبه الإنسان. وهلأ صار فيه لقاحات بتغطي 20 نوع، وحيصير فيه كمان لقاح يغطي 23 نوع. فنحن دراستنا دايماً بنتابع أي سلالات عم نشوف بالمجتمع عنا. بدراستنا يلي هي كانت أول مرة منشوف هيك شيء، إنه نسبة الوفيات بعد ما فات اللقاح ازدادت، بس كان سببها هي السلالات يلي غير موجودة باللقاح. يعني معناتها في عنا سلالات جديدة ما قدر يكتشف أو ما قدر يتعرف عليها اللقاح، عم تعمل وفيات عند الأطفال وعند المسنين. عشان هيك يعني الدراسة مهمة تتابع، لحتى بس يصير في لقاحات بتغطي أنواع أكثر 100% نقدر نشوف إذا بيغطوا الأنواع يلي عم نشوفها. أكيد إن شاء الله بتوصل وتغطوا 30، أنت قلت في 30 نوع. هو هيدا هلأ اللقاح يلي عم بيصير في شغل كتير عليه، إنه يصير في لقاح موحد يغطي كل أنواع هيدي البكتيريا بس بعد ما صار موجود. بالنسبة لكوفيد عملتوا دراسات قبل كمان على لقاح كوفيد، لأنه صار في كتير لغط حول هذا اللقاح، وخصوصاً أنت يعني كطبيب أطفال عم تقول أنه الطفل كمان لازم يتلقح ضد كوفيد 19. هلأ نحن ما عملنا دراسات على اللقاح، يعني في عملنا دراسات على غير لقاحات يمكن نحكي عنها، بس نحن أكيد تابعنا كل نتائج الدراسات وخاصة عند الأطفال. جواباً على سؤالك، لما يصير في جائحة بفيروس جديد يلي بيصير إنه هيدا الفيروس بيصيب كل الفئات العمرية بالمجتمع، وممكن يعمل حالات صعبة عند الأطفال وممكن عند الكبار. بحالة الكوفيد كانت الحالات الصعبة عند الكبار بالعمر، خصوصاً المسنين، يعني يلي فوق الـ 65 سنة هني أكثر ناس عانوا من الإصابات القوية، وتبين أنه في إلى أسباب بيولوجية ليش بيصير معهم هيك. بينما الأطفال كانت الإصابات عندهم بشكل عام كانت خفيفة، مع أنه في إصابات قوية وخاصة عند الأطفال يلي بيعانوا من غير أمراض. فيلي بيصير بهيك جائحة أنه بس يخلصوا الكبار بالعمر، يعني الراشدين والمسنين ينصابوا كلياتهم، بيكونوا كونوا نوع من المناعة، وأكيد صار في هلأ لقاح كمان يكونوا مناعة إذا كانوا أخذوا اللقاح. الفئة العمرية اللي بتضل معرضة للإصابة هي الأطفال، خصوصاً يلي عم يولدوا جديد وعم يكبروا ويمكن بعد ما انصابوا ولا مرة وما أخدين لقاح. سو من هون تلقيحهم بيكون ضروري لحتى نمنع عنهم ثلاث أشياء. أول شيء بدنا نحميهم من الإصابة القوية يلي ممكن تصير حتى لو كانت صحة الولد منيحة. بدنا نحميهم من مضاعفات الكوفيد يلي طويلة الأمد يلي نحن بعدنا عم نتعلم عنها، يلي هي ممكن تصيب الجهاز التنفسي، يصير في تعب مزمن وقلة قدرة لممارسة الرياضة، ممكن تعمل غشاوي على الدماغ وسوء تركيز وسوء تفكير وضعف ذاكرة وكل هالأمور. فاللقاح بيمنع هيدي المضاعفات الطويلة الأمد. وفي كمان بدنا نمنع عنهم مضاعفات بتصير أكتر شيء عند الأطفال اسمها الـ MISC، اللي هي كمان نشرنا عنها بحث مؤخراً، هي عبارة عن رد فعل مناعي كتير قوي بيصير حتى لو كانت الإصابة خفيفة، بس هذا الرد الفعل المناعي بيجي بعد 4 أسابيع أو 5 أسابيع ممكن يكون قوي لدرجة يفوت الولد على العناية الفائقة ويضطر يضل شيء أسبوع. فاللقاح بيمنع هيدي المضاعفات. وفي إفادة إضافية هي إنه لما تلقح الأطفال بتمنع انتشار الفيروس بالمجتمع، بتخفف انتشاره لدرجة كبيرة. وهيدي مثل دايماً بونس بتصير لما نلقح الأطفال، لأنه منحمي كمان الجد والتيتا، منحمي المسنين، لأنه الجد والتيتا بيمرضوا لما يبوسوا الأحفاد ويكونوا عندهم رشح أو عندهم سعلة ومنهم عارفين أنه هذا الفيروس ممكن يكون مميت. ستريب نومونيا بتعمل هيك، الإنفلونزا بتعمل هيك، والكوفيد كمان. على كل نحن رح نكمل حوارنا ولكن بعد البريك.
عودة لكم مشاهدينا ومنكمل حوارنا مع دكتور غسان دبيبو. ذكرت بالفقرة السابقة أنكم ما نفذتوا أبحاث على لقاح الكوفيد ولكن على غير لقاحات، شو بتخبرنا عن هذه الدراسات؟ عملنا دراسات على لقاح الإنفلونزا الرباعي، عدة دراسات، ودراسات على لقاح السحايا المنينجوكوك الانفكشن، كمان عملنا عدة دراسات بأعمار من الشهرين للمئة سنة لنشوف فعالية هيدي اللقاحات بالحماية ضد الإنفلونزا وبإنتاج مناعة قوية ضد ميكروبة السحايا. شو تبين معكم؟ لقاح السحايا تبين أنه فعال من عمر الشهرين لعمر المئة سنة، يعني كل هيدا الفئات العمرية تجاوبت بطريقة كتير ممتازة مع اللقاح، وكانت العوارض الجانبية محمولة جداً وما صار في أي عوارض خطرة أو مخيفة. طيب بالنسبة لجائحة، ما بعرف إذا بدي أسميها جائحة أو انتشار مرض أو فيروس الـ H1N1 يعني المعروف بإنفلونزا الخنازير، كمان جربتوا تعملوا دراسات عليه؟ وإذا لا شو بتخبرنا عنه حالياً؟ هلأ هي كانت جائحة، يعني الـ H1N1 أو إنفلونزا الخنازير كانت هي الجائحة اللي صارت ب عام 2009، وكانت جائحة كبيرة عالمية، والفيروس كان جديد وعمل مضاعفات قوية خاصة عند الفئة العمرية المتوسطة، يعني مش الصغار كتير ولا الكبار كتير، وعند النساء الحوامل. هلا هيدا الفيروس مثل الكوفيد تحول من فيروس جائحة لفيروس مستوطن، يعني صار يجي موسمي كل سنة من يبرم الكرة الأرضية حسب موسم الشتاء، وتحول لفيروس إنفلونزا عادي. هلا بعدنا العالم علقانين براسهم الـ H1N1 من وقتها، بس هو حاليا بلبنان حسب دراساتنا عم نشوف أكثر الـ H3N2 يلي هو اجدد. هيدا مش اكشلي اعتق، هو اعتق كان، هو صار بال 1952 عمل بس جائحة. التسميات هون على اي اساس بترتكز؟ يعني على H1 والثاني H3 مثلا، على انواع البروتينات الموجوده على غلاف الفيروس يلي هي عده انواع، في 17 نوع H و10 N، والكومبينيشنز بيجوا عند يعني الإنسان بس أكتر شيء عند الحيوانات، عند الخنازير وعند الطيور وعند عدة حيوانات تانية منهم الحصان والفأمة وكذا نوع حي. فبيصير في اختلاط لهدول الفيروسز أوقات عند الخنزير لنقول اللي هو بيلقط من عدة مصادر وبيتكون فيروس جديد، وهذا الفيروس الجديد بيتم نقله للإنسان. إذا انتقل للإنسان كارثة، لأنه بيكون فيروس جديد ما بنعرف عنه شيء، وبيعمل جائحة، وهيدي صارت متكررة هالقصة كذا مرة بالمئة سنة اللي مرقوا. بس أنه هل هو خطر يعني هذا الفيروس؟ خطر مثل ما قلنا عند الأطفال وعند المسنين، خصوصاً يلي عندهم أمراض ربو، يلي عندهم مشاكل مزمنة بالصدر أو بالقلب، أمراض تنفسية يعني. أمراض تنفسية. نحن حالياً عم نعمل دراسة عالمية على الإنفلونزا بالاشتراك مع 28 مركز عالمي على شو بتسبب الإنفلونزا غير النزلات الصدرية، يعني غير أنه بتعمل التهاب بالأنف والحنجرة والصدر، تنزل كمان، كمان هي ممكن تكون مسبب للذبحة القلبية، كمان فيها تكون مسبب لخربطة السكر عند الناس اللي عندهم مرض السكري، كمان فيها تكون مسبب لأمراض بالجهاز العصبي وانتكاسات. فهيدي الدراسة هلأ صار لها 5 سنوات عم تتم وعم تتجدد سنوياً، لأنه عم نكتشف أنه مرض الإنفلونزا ممكن كتير يكون هو السبب المباشر يلي بيخلي يصير في هالأمراض التانية اللي عادةً ما منربطها بالإنفلونزا بس هي عم تنربط. بالنسبة للفيروسات اللي بتصيب الصدر كمان، هل نفذتوا أبحاث جديدة؟ يعني نحن بالدراسة اللي عم نعملها عم نتطلع على عدة فيروسات بتصيب الجهاز التنفسي بالإضافة للإنفلونزا. في فيروس تاني اسمه RSV Respiratory Syncytial Virus، هيدا الفيروس بيعمل إصابات أكتر شيء
بتأذي الأطفال يلي ما دون عمر السنتين، بس كمان مثل الإنفلونزا لما يصيب الكبار يلي عندهم أمراض مزمنة كمان بيتفشن فوق الهيبي، بيعمل تأزم كبير بالتنفس وبشغل عضلة القلب وبالجهاز العصبي. في لقاحات حالية يعني ضد هيدي الأمراض؟ الإنفلونزا أكيد موجود. الـ RSV حالياً في لقاحات من عدة أنواع عم تتطور، يعني مفروض تصير موجودة خلال هالسنة والسنتين يلي جايين. سو تحضير الأرضية أو الدراسات يلي بتفرجي قديش أهمية هيدي الأمراض بمجتمعنا هي واحدة من الأشياء اللي عم نجرب نضوي عليها لحتى نشوف إذا نحن بحاجة لنستعمل هيدي اللقاحات ولا لا بمجتمعنا. رح نحكي شوي كمان عن أمراض ضعف المناعة الأولي. شو هي هيدي الأمراض وقديه ممكن تتغير كمان مع الوقت؟ هي هيدي مجموعة أمراض بتصيب الأطفال وراثياً، يعني بالمجتمعات مثل مجتمعنا يلي كتير بيصير فيها تزاوج أقرباء، يعني ولاد عم ولاد خال وهيك، هيدي الأمراض الوراثية بتكون متواجدة بنسبة عالية، ونحن من البلدان يلي هيدي نسبة الأمراض الوراثية فيها من الأعلى بالعالم. نعرف بعضنا كلنا يمكن. ما هيدي منحب بعض كثير، ما منحب هيدا تروح لبرا، خلينا خلوها هون أو خلوها بالعائلة. فللأسف بعض الجينات يلي فيها عطب بتصير بتتوارث بهيك حالات. وفي فوق 430 مرض مناعي وراثي صرنا منعرف عنهم لهلأ. كل سنة نكتشف بين 20 و30 مرض جديد هلأ بالتقنيات اللي موجودة. وفي أمراض نسبياً أو أنواع من أمراض ضعف المناعة منتشرة موجودة بكثرة، وفي أنواع نادرة جداً. يعني في نوع ضعف مناعة اسمه فودي يلي هو هيدا مرض مناعة وبيعملوا كمان تخثرات بالدم، هيدا ما موجود إلا عند اللبنانية. فهيدا المرض نادر جدا، يعني الحالات تعد على أصابع اليد، بس موجود وصرنا نعرف عنه أكثر. شو ممكن يعمل هيدا المرض؟ إنه شو السيمتومز أو العوارض؟ بيعمل أول شيء بالكبد، بيعمل تخثرات بشرايين الكبد بتؤدي لتضخم بالكبد، وبيعمل ضعف مناعة، بيصير في التهابات بفيروسات وبكتيريا بشكل متكرر أو بشكل مزمن. والالتهابات هي محفز لهالتخثرات يلي بتصير بالكبد وبغير أعضاء بالجسم. فالأطفال المصابين بدهم يضلوا ياخدوا دواء مناعة بشكل مستمر، وأوقات منلجأ لزراعة النقي العظمي لحتى نعيد تأسيس جهاز مناعة جديد لحتى يرجع المناعة القوية. نفذتوا أبحاث حول المناعة الأولية أو نقص المناعة الأولية مؤخراً؟ طبعاً. شو أبرز النتائج؟ نحن دايماً نعمل دراسات على الأطفال يلي عندهم ضعف مناعة بشكل أنه نحاول نعرف إذا هالشي وصف من قبل، يعني هل هو مرض معروف أو مرض جديد. ودايماً نكتشف أنه في أمراض جديدة أو أمراض قديمة بس عم تظهر بطريقة جديدة بالأطفال يلي منتابعون. وعملنا يعني من وقت ما أسسنا برنامج ضعف المناعة بالمستشفى عنا بالتعاون مع مستشفى هارفارد، في الدكتور رئيف جحا يلي هو رئيس قسم المناعة بمستشفى هارفارد وهو من لبنان، تعاوننا معه. وبعدين تابعنا التعاون مع دكتور ميشيل مسعد يلي كان يشتغل مع دكتور جحا وجذبناه على لبنان، صار معنا بالمركز الطبي الجامعة الأمريكية حتى يعمل كمان يتابع الأبحاث يلي كنا نعملها وبعدنا عم نعملها بالتعاون. فهيدي يعني من ناحية العلمية والطبية تعتبر فرصة لاكتشاف
أشياء جديدة بجهاز المناعة وكيف بيشتغل. ومن الناحية الطبية كمان عطتنا فرصة أنه نشخص الأطفال بوقت مبكر ونقدر نعطيهم العلاج اللازم بالطريقة الصحيحة المناسبة. هل هناك أيضاً كمان جمعيات بتدعم أبحاثكم تتعاونوا معها كمان؟ نحن أسسنا جمعية اسمها iFightPID small i fight PID بالتعاون مع مدام علا جنبلاط يلي هي مثل متطوعة لحتى تدير هيدي الجمعية. الهدف الرئيسي كان هو جمع تبرعات لهيدول الأطفال لأنه كلفة التشخيص وكلفة العلاج مهولة، يعني الناس المقتدرين أوقات بيلاقوا صعوبة إنه يأمنوا المبالغ المطلوبة لعلاج هدول الأطفال. والشق الثاني من وظيفة هاي الجمعية هي التوعية لحتى الناس تعرف شو معنات مرض نقص المناعة الأولي، لأنه ناس كتير ما بيعرفوا شو معناته. صحيح. لأنه مرض نادر وبصيب عائلات محددة، يعني ما كل العالم بتعرف شو هو هيدا المرض. فهيدي كانت وظيفة الجمعية لحتى تساعدنا بدعم هيدول الأطفال ودعم التوعية بالمجتمع. ونتيجة جهود الجمعية مع وزارة الصحة قدرنا ندخل بال 2018 فحص مبكر لتشخيص المرض القوي أو النوع القوي من ضعف المناعة اللي هو اسمه Severe Combined Immune Deficiency. هو هيدا مرض مميت، يعني بيصيب الأطفال بيخلقوا شكلهم طبيعي جداً، بتلاقي بعد شهر شهرين ثلاثة ببلشوا يمرضوا وما بيعودوا بصحوا، وفجأة بيجيهم التهاب قوي وبيتوفوا. أحياناً بتكون الإصابات أخف وبيعانوا فترة لعمر السنتين ثلاثة وبعدين بيتوفوا. فهيدا السيفير كومبايند إميون ديفيشنسي إذا شخص كتير بكير، يعني بعمر الشهر أو الشهرين، بنقدر نعمل زرع نقي العظم. بيكون الزرع كتير هين، كلفته كتير قليلة، وبنرجع منأسس جهاز مناعة جديد لحتى ننقذ حياة الطفل. فكيف طريقة التشخيص؟ هيدي عبارة عن نقطة دم بناخدها من الطفل أول ما يولد وبنعمل فحص عليها، بيبين معنا إذا الطفل عنده أو عندها ضعف مناعة قوي، ساعتها دغري منباشر بالعلاج. تعملوا لكل الأطفال اللي بيخلقوا أنه أي متى أنه ينصح أنه ينعمل للطفل؟ لأنه أوقات يمكن ما يبين، ما بنعرف. هو هيدا مفروض ينعمل لكل الأطفال، وهيدا كان عند الولادة الاتفاق مع وزارة الصحة. مؤخراً صار في عنا حالات كوليرا بلبنان، هل هناك لقاح؟ وهل هيدا اللقاح فعلاً فعال؟ نعم، في لقاح للكوليرا، ووزارة الصحة أمنته بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لأنه منظمة الصحة العالمية عندنا مثل خزان استراتيجي لهيدا اللقاح، بتبعته للدول يلي بيصير فيها إصابات عالية بالكوليرا مثل حضرتنا. بعتولنا اللقاح وتباشر بإعطائه للأطفال بداية بالمناطق يلي صار فيها إصابات بنسبة عالية مثل الشمال والبقاع. هو بس لقاح للأطفال ولا في كمان الراشد أو البالغ؟ هو من عمر السنة وطالع، يعني نعطى للأطفال ونعطى للأطباء والممرضات والعاملين بجهاز الصحي لنحميهم كمان خلال عملهم مع الأطفال المصابين بالكوليرا أو الكبار المصابين بالكوليرا. رح رايحك من أسئلة الأبحاث وأسئلة العلم وأسئلة الطب، وبتعرف أنت بكل حلقة في عنا مفاجأة للضيف، ولتعرف مفاجأتك لازم تتطلع على شاشتك. أنا فادي بيطار، الزميل لدكتور غسان منذ الدراسة المدرسية ومنذ دراستنا سوا في الجامعة الأمريكية في كلية الطب، ومن ثم في أمريكا نحن رجعنا إلى الهيئة التعليمية في الجامعة الأمريكية في فترات متقاربة بحكم الزمالة والصداقة. اشتغلنا سوا في أبحاث إلى اهتمام مشترك. هلأ خارج نطاق العمل، غسان مولع في موسيقى الجاز
ولديه مكتبة موسيقية خاصة ومتطورة، كما أنه بالوقت ذاته لاعب كرة قدم وبيلعب بمركز قلب الدفاع. كنا سوا ضمن فريق واحد إن كان في الكامسلي أو كان في كلية الطب في الجامعة الأمريكية. هلأ للحقيقة نتائج هذا الفريق كانت كتير متواضعة، ولكن كان عندنا ذكريات خاصة فيها. غسان شخص مميز، متميز، متواضع، وفي، صديق صدوق، محب، أخلاقه عالية وحلوة المعشر. غسان كان له بصمة كبيرة وما زال إن كان في الجامعة الأمريكية في لبنان والعالم العربي والعالم فيما يفعل. نتمنى له كل الخير. بسبب مشاغله ومشاغلنا ما عم نشوف بعضنا كتير، فنطلب منه أنه يرجع يشاركنا في اجتماعات مع الأصدقاء نهار السبت على فنجان قهوة. كل المحبة والتحية والتوفيق المستمر لغسان بإذن الله. فإذا كان زميلك وصديقك دكتور فادي بيطار، أحلى مفاجأة، هيدا حبيب قلبي. رح تدق له بعد الحلقة؟ أكيد أكيد بدنا ندق له. نشكره على الكلام الحلو يلي هو شاته مجروحة. فادي بدك تشرب قهوة كمان؟ ضروري، خلص صار في كوميتمنت على الهوا هلا. عكل نحن رح نتوقف هلا لفاصل إعلاني أخير ومن بعدها أوت أوف ذا بوكس. عودي لكم مشاهدينا، وهلا اوت اوف ذا بوكس. ضيفتنا الليله هي مسيرتها بعدها باولها، ولكن اثبتت حالها بعالم الغناء والتمثيل، وهي ايضا كمان كانت تلميذه الجامعه الامريكيه ببيروت وتحديدا كليه سليمان العليان لاداره الاعمال. عم احكي عن ماريتا حلاني اللي سالناها عدد من الاسئله، وخلينا نشوف شو كانت اجوبتها. شو إلى معنى الدنيا نعيشها بلا جنون ومين إلو معنى أنا وإنت كيف منكن؟ من أي عدوى مرضية بتخافي أكثر شيء؟ هلا أنا المرض بشكل عام كله يعني بخاف منه وما بحبه أكيد، بس على أول شيء بيخطر على بالي يمكن الأمراض الجلدية اللي بتصيب البشرة والجلدة. يعني أنا حتى يمكن إنه ما بتشمس، بضلني بيضة، ما بتشمس، أنا بخاف أحرق جلدتي. بيقولوا الطاقة الإيجابية بتعدي، من مين بتستمدي هالطاقة؟ أول شيء من حالي، يعني أنا بعتقد إنه الطاقة الإيجابية بتطلع منك بالأول لترجع لك، وأكيد من الناس اللي حوالي، من دايماً بشكر ربي على كل شيء حلو وكل شيء بشع بحياتي، يعني على طول بصر على هذا الموضوع إنه أنا أكون مقدرة أقل القصص يلي عندي إياها، ومن هون أنا بستمد الطاقة الإيجابية. أكيد في عائلتي وأصحابي والجمهور متابعيني على السوشيال ميديا، يعني كل ما يوصلني يمكن تعليق أو رسالة حلوة كلهم هن بيجمعوا على بعض وبيعطوني هالطاقة الحلوة. سهل ننصاب بالعدوى أكثر وقت نكون مناعياً ضعاف، شو نقطة ضعفك بالحياة؟ هلأ أكيد بي وأمي وإخواتي، بس أنا بي إنه بس لأجي مجربت ما جاوب هالجواب لأنه كتير يمكن ناس تتوقعوا أو كليشيه، بس أنا إذا بدي هلأ فكر ببي بس بروح بغير دنيا، خلص بتأثر كتير، يعني ما فيه أو ما فيه هو نقطة ضعفي. اللقاحات عادة بتقوي المناعة، خبرينا عن تجربة بحياتك بتعتبريها كاللقاح خليكي تقوي أكتر. أنا من لما كنت صغيرة كنت خجولة، مع الوقت ومع الخبرة والشغل وبالغناء أو إن كان عسات بالتمثيل، يعني هيدا الشيء قواني، قوالي شخصيتي وثقتي بحالي وخلاني ما تفرق معي، يعني حتى أنا وعم بمثل مثلاً مشهد صرت خلص ما بقى بعرف بتخيل إنه في حدا حوالي، صرت بقدر أنا أروح على عالم تاني وعيشها للآخر. شو الفيروس اللي بتعتبريه صايب عقل الشباب هالايام؟ بحس السرعه، يعني ما حدا عم يسمع لحاله يريح حاله، يعني مش كل شيء بدنا نركض 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 نلحق على كل شيء، مش ضروري. بتحس انه جيل الشباب مستعجل،
على طول، كأنه إنه الوقت عم بيروح، الوقت عم بيروح، مستعجلين، ببطل الواحد يعرف يركز، لأنه أنت بس تكون بفوضى ما فيك تركز وما راح توصل. لما أنت تكون رايق وراكز بتكون مسيطر أكتر وفيك توصل. العدوى ممكن تعمل حرارة من 1 لـ10، قدي حرارة قلبك اليوم؟ 10 أكتر. أنا دايماً مغرومة، دايماً بحالة حب. شو أكتر شيء من طفولتك بعدك بتحني له؟ بحن لستي وجدي كتير، لأنه خسرتهم بطفولتي أهل بيي، فكتير كانوا جزء أساسي من طفولتي وكتير بشتقلهم. الطفل بيورث عادة شيء من أهله، شو الصفات اللي ورثتيها من عاصي الحلاني؟ غير موهبة الغناء كتير أخذت من شخصيته، من صفاته وطباعه، فمن من هالأشياء أنه بحس أنا وياه منفكر بنفس الطريقة، دايماً عنا نية صافية، يعني دايماً يمكن منجرب نتفهم الآخر. إذا بدك تدعمي قضية للأطفال شو بيكون عنوانها؟ العلم أهم شيء، وأكيد أنه كل طفل يكون عنده حق الطبابة. ما نشوف ولا طفل عم يتألم أو أنه منه قادر يتحكم، هذا الشيء مش مقبول بقى يعني. فإذن هذه هي كانت إجابات مريتا حلاني. الدكتور غسان، لفت لك نظرك شي جواب على شي سؤال؟ حبيت جوابها تبع السرعة، لأنه بالفعل الحياة صارت كتير سريعة، بشكل أنه توصيل المعلومات صار كتير في تحدي، لأنه تركيز العالم الشباب هو اللي أكبر، صار فترته كتير قصيرة، يعني إذا بتطول حكي شوي بتلاقيهم شردوا أو تعودوا على اللبس القصيري، حتى على الواتس أب منكبس التسريع دغري على السريع ما نعرف أنه شو الرسالة. سألنا مريتا من وين بتستمد طاقتها الإيجابية، أنت من وين بتستمد هالطاقة؟ أنا يعني الشيء اللي بحبه هو شغلي، يعني أنا شغلي لما كون بالشغل بكون مبسوط، يعني هذا بيعطيني طاقة إيجابية. وأكيد أي كلمة حلوة من أولادي أو من العائلة أو من طلاب بتعطيني أو من طلاب، أي هي أكتر شيء بتجي من الأطفال، يعني لما تتعامل معهم، لأنه الأطفال ما بيجاملوا، يعني بيعطوك المحبة. بس أطفال هالأيام ملاعين، يعني عصر يعني عصر الإنترنت وغيرها بيفاجئوني أوقات قديش صريحين وقديش بيحكوا اللي بقلبهم، وهيدا الشيء لحاله بتحس إنه كلمتين من طفل أوقات بيعملوا لك نهارك كتير حلو. 100%. كمان ماريتا جاوبت على سؤال إنه لشو بتحن بطفولتها. إذا أخذنا هيدا السؤال وسألناك، بحن لأشياء كتيرة، يعني يعني أكتر شيء بحن هو السفر مع أهلي. نحن كنا نسافر بالسيارة، نطلع من لبنان نوصل على النروج ونرجع، ناخد الصيفية كلها، يعني شهر ونص بالسيارة. هيدي كانت أجمل أيام حياتي أنا بعتبرها، وكنت بتمنى لو نقدر نعملها هلأ، بس قد ما الدنيا تغيرت وصار في صعوبات بحسها مستحيل يعني. هلا صار بدنا شيء اسرع من الطياره اذا فينا نوصل كمان على قصد السرعه. على كل كمان في عنا لك اسئله بتشبه اسئله ماريتا الحلاني، ولكن قبل ما اسالك اياهم خلينا نسمع شو وجهت ماريتا حلاني رساله عبر برنامج ذا ريسيرشر. الرسالة يلي بدي وجهها من خلال The Researcher للشباب وللباحثين، أكيد بدي قلهم يعطيكم ألف عافية، ونحن منشوف حالنا فيكم، وما تفقدوا الأمل، خاصة بلبنان نحن بحاجة لإلكم لمستقبل أحلى، ولكل يلي اضطروا يهاجروا لأنه فرصهم برا، بتمنى أنه شيء من الأيام يرجعوا ويساهموا ببناء الوطن. يعني هيدي الرسالة أو الطلب اللي عم تطلبه ماريتا، يمكن طلب أكترية الناس هون بلبنان، إنه بدنا هيدي الطاقات تبقى هون. للأسف لتضل هيدي الطاقات هون بدنا نخلق لها الأرضية المناسبة لحتى تضل. أنا يعني شخصياً كل الشباب والصبايا اللي عم بشتغل معهم كلهم أو أغلبيتهم عندهم خطط للسفر، لترك البلد، إنه خلينا نشتغل برا، نأسس حالنا برا، ومنشوف بعدين إذا في مجال نرجع ولا لا. يعني للأسف ما عم نقدر نخلق
فرص مستدامة لحتى نجذبهم ليضلوا هون وينتجوا هون ونحن نستفيد من خبراتهم. يعني عنا حيكون خزان طاقات موجودة برا ناطر بس نحن بهالبلد لنحضر لهم الأرضية ليرجعوا. وإن شاء الله أعتقد كمان هن لازم يساعدونا بتحضير هيدي الأرضية، لأن كمان البلد منه أوتيل إنه ساعة البدنا منفل وبنرجع، يمكن أوقات قرار الرجعة يكون كتير مؤخر، فمشان هيك بنشجعهم كلهم يروحوا ياخذوا خبره من برا بس يرجعوا يفيدونا بخبرتهم. انا هيك بقول لهم يحزوا حزوي مثل ما بيقولوا، انه انا قعدت 10 سنين بامريكا بس ضل الحلم انه نرجع لهون، ومش غلط الشباب يلي عم يتركوا هلا ما ياكسوا على البلد كليا، يضل عندهم هذا الحلم انه يرجعوا لهون، لانه البلد بالفعل بحاجه لهم، ومش حيزبط البلد إذا ما رجعت هالطاقات يلي موجودة برا لهون. صحيح. وهلأ أسئلتك جاهز لإلها؟ أنا جاهز. بخمسة على خمسة. شو رح بتكون أجوبة دكتورة بيبو على هالخمس أسئلة اللي رح أسأله يومن؟ أول سؤال، في حال اكتشفت لقاح بيحمي حياة الأطفال، هل مستعد تجربه أولاً على حدا من ولادك؟ طبعاً إذا أنا مسموح لإلي جربه على حدا من أقربائي أو أولادي جربه، بس لجنة الأخلاقيات عادةً أول شرط بتقول إنه ما لازم تدخل حدا من الأقارب ولا الناس يلي بيشتغلوا معك أو تحت أمرتك بتجربة تطوعية، فأخلاقياً ما بتركب، بس بالمبدأ نعم. نعم، لأنه بيعتبروا يمكن أنك أنت جبرتهم في حال بالضبط، أنه ما بطل شيء تطوعي يعني. أوكي عظيم. أكثر موقف ضحكك أنت وعم تعطي ولد بقاح؟ صراحة صارت معي من يومين، في بنت عمرها سنة وأربعة أشهر عم لعبها وضحكها وهيك ومبسوطة كثير كانت، يعني بجو غير كلياً، وفجأة شلت الإبرة وعطيتها إياها بكتفها وطلعت فيي تطليعه انه كيف بتعمل فيي هيك، انا وثقت ايه وهيك فنجرت عيونها وبدها تبكي وقدرت لبعد شوي، فبالفعل كان موقف جدا مضحك وقطعت لي قلبي. يعني انا او لكن صابت بتروما ان شاء الله لا انا بس لا رشت راضتني وراضيتها ومشي حال كثير منيح. التعامل مع الاطفال بده صبر وطولة بال، اي متى بتفقد صبرك؟ يعني بفقد صبري مع الناس يلي بيكذبوا بشكل متكرر، يعني أوقات طلقت حدا عم بيكذب عليك كذبة أو اثنين، هذا بتقول مشيناهم، بس الكذب بس المتكرر بس مرات يعني إنه خلص يعني third and you're out يعني بتعصب حدا بيعصب بعصب بس داخلياً، أنا مني من الناس يلي بيفرجوا أو بيعبروا، بس داخلياً بحبسها بقلبي وبقول بأكس. عصبناك شي اليوم؟ أبداً أبداً بالعكس. طيب أهم صفة بطبيب الأطفال الناجح هي محبة الأطفال، يعني هيدي ضرورية لحتى طبيب الأطفال ينجح بهيدي المهنة. في ناس ما كتير بيحبوا الأطفال أو يتعاملوا معهم أو يكونوا بحضورهم، فهول الناس أبداً ما لازم يتوجهوا لمهنة طب الأطفال، هذا شيء أساسي أكيد بالمهنة تاعتنا، ما حيكون عندهم يعني الصبر والانجلد ويلعبوا مع الطفل ويجيبوا له سيسات ما بتعطيهم. طيب آخر سؤال، لو برجع طفل كنت أول شغلة بعملها هي اتعلم كيف سوق موتور سايكل. هلا ما بتسوق؟ لا صرنا اثنين. على كل هيدي هي أسئلة دكتور دبيبو، هلا إلى قضية دكتور غسان دبيبو. دكتور غسان شكرا كثير على حضورك الليلة وعلى كل التفاصيل اللي أعطيتها، بعتقد في كتار يمكن رح يقتنعوا منك هلا يصيروا ياخذوا اللقاحات إن شاء الله. أنا رح سلمك قلم مكتوب عليه اسمك، بهيدا القلم بدك تكتب عنوان قضية أنت بتدعمها من خلال خبراتك وأبحاثك، تكتبها هون، يعني العنوان تكتبه بكتاب ذا ريسيرشر. تفضل. القضية اللي بحب أدعمها هي إنشاء مركز
لعلاج الأطفال يلي عندهم نقص المناعة الأولي. حالياً لبنان والمنطقة القريبة ما عندها هيك مراكز. هذه المراكز ضرورية لأنه الأطفال بيعانوا من مشاكل بتعوز أكثر من اختصاص يتابعوها، وهيك مركز بيخلي العلاج والعناية المستمرة لهيدول الأطفال تتم بمحل واحد، بتهون على الأطفال وعلى أهاليهم المتابعة والملاحقة لكل أمراضهم والاشتراكات اللي بتصير معهم ونتائج فحوصاتهم والعلاجات اللازمة. هيك مركز بحاجة لدعم مادي وتقني لحتى يأمن كل المتطلبات لنجاح المركز. تحسين فرص بقاء الأطفال على قيد الحياة مش بس بيتعلق بتأمين اللقاحات اللي بتحمي من المرض، كمان بيتطلب وعي الأهل وأهم شيء دعم الأطباء والباحثين. تصبحوا على ألف خير.